ساعد حياة الإنسان، ولكن بعد هذا القهر استمر عشرات السنين. اليوم سياسة الاحتلال واضح فيها مئات السنين. هذه النهاية الاحتلال اليوم بحاول إنه out of their villages, out of their community, in order for the Israelis to control this land and to لا يمكن التنبؤ بها. أصبحت سياسة الاحتلال كليات نتاج ما يملي عليه المستوطن إلى المستوطن. What we are seeing here is unpredictable policy. This school was demolished. نضطر بنقلهم إلى الكهوف. And because of the weather conditions, some days they are here.